أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة جماعة أنصار الله. وذكرت وكالة رويترز للأنباء إن هذه العقوبات تأتي بسبب تهديد صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الملقب بأبو علي الحاكم للأمن والاستقرار في اليمن. وبموجب هذه العقوبات فإنه يمنع على الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل مع الشخصيات الثلاثة فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات بحق نفس الشخصيات قضت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الخارج.